مثل ما ذكرنا في اليوم الأول لمنافسات جائزة دشقند الكبرى بأن الفريق الروسي لم يأتي إلى أوزباكستان من أجل السياحة، فها هو يبرهن ذلك من جديد بأنه يريد الفوز ولا شيء غير الفوز. فبعد إحرازه لثلاث ميداليات ذهبية في يوم الافتتاح، ها هو يفوز بميداليتين في اليوم الثالث. لكن رجل اليوم هو السويدي ماركوس نيمان الذي حاصل على ثالث لقب له في مسابقة الجائزة الكبرى بعد أداء مبهر في كل المراحل. فقد هزم البطل الأولمبي الحالي الياباني بيكر ماشو في دور الثمانية، كما تغلب على الروسي خوسين خالموريزيف في المباراة النهائية. وعقب تتويجه صرح خالموريزيف: عندما ربحت من نقطة إيبون كان الشعور رائعا، لقد مر وقت طويل لم أشعر فيه بهذا الإحساس، إنه يجعل من رحلة عودتي إلى المنافسة أمرا يستحق العناء. أما سيدة اليوم فكانت النمساوية برناديت غراف في فئة أقل من 78 كيلوغرام بعد فوزها على الروسية أنتونينا شيميليفا في النهائي. وأظهرت غراف أنها كانت في لياقة جيدة، وصرحت غراف: مناسبة هذه المرة مختلفة، إنها أكبر ومشاركون كثر، لكن أشعر بإحساس رائع عند النزال هنا، ودشقند هي المكان المناسب لي. ونعود إلى روسيا مجددا، وفي بطولة الرجال لوزن أقل من 100 كيلوغرام واجه كازبيك زانكيشييف الأذربيجاني زيليم كوتسييف، وهما متقاربان من حيث الترتيب العالمي، وكلاهما فاز بألقاب في منافسات دولية. لكن في دشقند الخبرة كانت الفاصلة بينهما ليحرز الروسي اللقب بحركة إيبون قوية. وكانت الميدالية الذهبية الثانية لصالح روسيا هذا اليوم في فئة أزيد من 78 كيلوغرام بعدما فازت كيزينا شيبيسوفا على الكورية هايون كيم بواسطة إيبون في 30 ثانية من بداية المباراة. التشويق كان حاضرا في فئة أزيد من 100 كيلوغرام بين المصنف الأول عالميا غورام توشيفيلي ضد البطل المحلي بيكومرود أوتيبوف، الرقم واحد في العالم مقابل نجم أوزباكستان الصاعد، نفس الحجم نفس القامة نفس الأسلوب الهجومي. سجل توشيفيلي أولا ليعود أوتيبوف ويسجل نقطة بحركة وازا آري، لكن توشيفيلي أنهى النزال بحركة إيبون والتي حصد بها الذهب. ونختتم فعالية اليوم الثالث بالتفاتة للبريطانية ناتالي فاول التي فازت بالبرونزية في فئة أقل من 78 كيلوغرام لتبلغ رقم 28 ميدالية فازت بها في مختلف مسابقات الجيدو العالمية.